لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن فيصل المرمضي، أمين عام المبادرة العربية الشعبية لمواجهة عدوان النظام الإيراني. أهلا بك إلى هذه النشرة. بعد سقوط هذا الكم من القتلى والمصابين وبعد الاعتقالات الواسعة في صفوف المحتجين، إلى أين تتجه الأمور في إيران برأيك؟ تحياتي لكم وإلى مشاهديكم الكرام. حقيقة اليوم تعتبر من أهم الأيام في الاحتجاجات والثورة التي عصفت بإيران يمينا وشمال. اليوم كانت من الأعنف، حيث مدن كسنندج وتبريز وعلي قودرز ومدن أخرى جديدة التحقت بركب هذه الانتفاضات التي تطالب بالكرامة والحرية لكل شعوب غير الفارسية وبما فيهم الشعب الفارسي. حقيقة إرسال تعزيزات عسكرية اليوم من قبل الحرس الثوري إلى ثلاثة كبرى مدن إيران، تعتبر أن المظاهرات مستمرة وبقصوى، ولكن للأسف الشديد هنالك قمع شديد. هنالك تم استدعاء من قبل بلطجية ومرتزقة للنظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالحرس الثوري، حيث أن الملف الأمني في إيران انتقل يعني من يد الجيش الإيراني إلى الحرس الثوري. وكما تعرف حضرتك سيدي والمشاهدين الفاضل أنه الحرس الثوري لديهم خبرة بالقمع والقتل والتعذيب. هنا الآن وأنا أتكلم معكم في الأحواز العربية المحتلة، هم الثوار قطعوا الطرق بين الأحواز والخفاجية، وأيضا هنالك اشتباكات عنيفة في حي الثورة الأحواز العاصمة ومدينة كوت عبد الله، وأيضا في مدينة الحميدية الباسلة. أيضا ما يزيد من عزم الثوار والمنتفضين في عموم إيران، حيث أن الانتفاضة لم تكن لشعب أو لشخص معني، كل الشعوب انتفضت بسبب أنه تم استعباتهم لطيلة 4 عقود من الزمن على يد ملالي، والآن نرى كيف الإدارة الأمريكية دعمتهم. وما نعم. هذا الدعم المعنوي أنه قياسا ويا الإدارة السابقة للسيد باراك أوباما عندما قض النظر عن الاحتجاجات، والآن نرى كيف السيد دونالد ترامب دعمهم معنويا وتوعد المنتفضين بالدعم بالوقت المناسب. أي. حقيقة لم يستلموا أي الانتفاضة في عموم إيران، هي شعبية ذاتية باكتفاء ذاتي، لا يوجد هنالك تدخل من أي الجهة، رغم أنه هنالك دائما ما سلطات الاحتلال أو السلطات الإيرانية تلغي اللوم على الدول الإقليمية أو بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. حقيقة في مدينة مريوان في كردستان وفي محافظة فارس تم تدمير برجين من الإذاعة والتلفزيون، أيضا في مناطق أخرى تم حرق حوزات بالنسبة التابعة للملالي التي وظيفتها هي التجنيد مرتزقة لهذا النظام المجرم. أيضا هنالك أخبار سارة تأتي من مدينة تبريز. مدينة تبريز تعتبر من أهم المدن الصناعية الإيرانية. نعم. وبتحريكها يتم تحريك أو الاختلال بالاقتصاد الإيراني، وهذا مما يضمن سلامة وانتصار المنتفضين والمحتجين. وإن شاء الله نرى قريبا هذا النظام المجرم الذي استعبد الناس طيلة 4 عقود سوف يسقط بإذن الله. طيب، فقط نشير للعاجل الذي يظهر على شاشة الإخبارية الآن، وهو أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 5 هيئات إدارية إيرانية. يعني سيد فيصل، ما هو تقييمكم للموقف الدولي والإقليمي مما يجري الآن في إيران من انتهاكات ضد حقوق الإنسان؟ يعني على الأقل حتى الآن بعد الدعوات من الولايات المتحدة بأن هناك دعم في الوقت المناسب، الآن هناك فرض عقوبات على 5 هيئات، أيضا الدول الأوروبية تندد بما يجري، لكن التقييم العام للموقف الدولي وللمنظمات الحقوقية؟ نعم، حقيقة إيران معروف بسجله المخيف لحقوق الإنسان، حيث يعد ثامن دولة على العالم باحتجازه ربع مليون أسير في سجون الاحتلال الفارسي، ثاني دولة بعد الصين في مجال الإعدامات،
وهذا مما أنذر. يعني تصور النظام الإيراني لم ولن يأتي بشخص إلى سدة الحكم ما لم تكن يده ملطخة بالدماء. أولا لو نظرنا إلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجات، كان أحد المقتحمين للسفارة الأمريكية في 1979، وزيرة البيئة كانت من ضمن المقتحمين للسفارة الأمريكية. كلما تلطخت يدك بالدماء كلما صعدت الرواتب وسدة الحكم العليا بالنظام الإيراني. النظام الإيراني معروف بتصديره للإرهاب، خاصة أنه الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص والدول الغربية وضعته ضمن الدولة الأولى في العالم لتصديره للإرهاب محليا ودوليا، وهذا معروف. وأبشرك أخي الكريم، اليوم تحديدا اليوم المنتفضون حصلوا على إنترنت مجانا من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتهم الحصول على إنترنت بدون إنترنت إيرانية، وهذا مما يزيد من عزم الثوار. حقيقة عندما تكلمت السيدة نيكي هايلي ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن وطلبت عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن في نيويورك وأيضا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وننتظر الخطوات العملية لهذه الاجتماعات، نريد خطوات عملية أكثر. نحن متفائلون من قبل الدول الغربية، ونطلب من خلال قناة الإخبارية ومن من خلالكم أخي الكريم أنه الأشقاء العرب، هذه المظاهرة والانتفاضات التي تحصل في عموم جغرافية إيران هي ليست فقط للشعب العربي الأحوازي أو الشعب التركي أو الشعب البلوشي، هي انتفاضة للشعب العراقي، السوري، اليمني، اللبناني، كل الدول العربية التي تعاني من تدخل هذا النظام المجرم الذي أصبح يتدخل في جميع الدول العربية بدون استثناء. على الأشقاء العرب الرجاء أن يدعموا ولو يعني معنويا إعلاميا. نعم، وصلت الفكرة، شكرا لك بوقفتهم. سيد فيصل المرمضي من لندن، أعتذر لك، لم يبقى لدي المزيد من الوقت لهذه المقابلة، وأنت أمين عام المبادرة العربية لمواجهة عدوان النظام الإيراني.